الامتحانات كانت على قدر المطلوب تمام، وهي امتحانات بتنمي القدرات والمهارات لدى الأئمة، وهي متنوعة ومختلفة بين ثقافة عامة وتكنولوجيا وحاسب آلي ولغة عربية، ودي حاجة طبعا كنا مفتقدينها في السنين اللي فاتت، خصوصا ان بعض الائمه ما كانش ليهم اهتمامات خالص بنظام الحاسب الالي. والله يعني الامتحان ما شاء الله كويس جدا، في اسئله متنوعه، عندك في اللغه العربيه، عندك اسئله في التاريخ، عندك اسئله في الموارد البشريه، عندك اسئله في كل المجالات ما شاء الله، يعني حاجه تفتح الذهن، يعني حاجه كويسه ما شاء الله يعني. لا ما فيش واسطه او تدخل من حد، في قدر عالي قوي الشفافيه، وخصوصا ان انا بمتحن امتحان تفاعلي على كمبيوتر، بيصحح لي، هو اللي بيصحح، هو اللي بيحط الدرجه، هو اللي بيحط النتيجه. هو الاختبار الالكتروني يعني يتيح الشفافيه وعدم تدخل العنصر البشري، يعني يضمن اختيار اكفأ واميز العناصر بشكل كبير. الجهاز المركزي لتنظيم الاداره، وهنا عامه في مركز اعداد القاده او تقييم القدرات، من المؤسسات اللي بنلاقيها مشدده جدا في مؤسسات الدوله في موضوع الاجراءات الاحترازيه، وده في حد ذاته نتمنى ان جميع مؤسسات الدوله تلتزم بيها حفاظا على مستقبل الناس وصحتهم واعمارهم كده. تنظيم فوق الرائع، لو هناك تعبير ممكن ان نعبر به، نقول ان هو ممتاز، ممتاز جدا الى ابعد الحدود. الكل، الجميع يدخل لابس الكمامه، الجميع يترك الهاتف طبعا لمزيد من الشفافيه، ومنعا لاي محاوله من محاولات المساعدات الخارجيه للممتحنين. منتهى التنظيم، كل واحد على الجهاز بتاعه والحاسب بتاعه في منتهى مظهر ومشهد حضاري جدا، تنظيم فوق الرائع.